اليوم شفنا هبوط قوي بعملة لونا كلاسيك، وبعض الأشخاص خافوا وباعوا من المستثمرين، وأنا هذا الشيء بشوفه خطأ. إذا منقارنها لعملة لونا كلاسيك بباقي العملات، إذا منشوف باقي العملات عادت إلى مناطق اللي انطلقت منها، أيضا الهبوط صار بلونا كلاسيك اليوم هبطت بمستويات 20% بيوم واحد وعادت إلى المناطق اللي انطلقت منها. أنا بشوف المناطق الحالية جيدة للدخول، مناطق تعزيز إن شاء الله. عملة لونا كلاسيك أصبحت عملة ميم وعملة مجتمع بعد ما تخلى عنا الفريق. وبعض الأسباب اللي أدت للهبوط من تقريبا من أسبوع، وشفنا هيئة الأوراق المالية غرمتها ب4.5 مليار دولار، وطبعا عملة لونا كلاسيك أو فريق لونا كلاسيك غير قادر على دفع هاي الغرامة، وبالتالي اليوم اترجم الوضع إلى الهبوط. لكن شباب أنا برأيي مناطق تجميع جيدة.